الحبار العملاق. خلال قرون رويت أسطورة كراكن من طرف الصيادين وسكان البحر في العالم كله، لكن انتظرنا إلى 2004 حيث قام فريق من الباحثين اليابانيين بتصوير الصور الأولى التي لم تشاهد من قبل لحبار عملاق. هذا الوحش آكل اللحم يمكن أن يكون كبيرا مثل حافلة لنقل الركاب، ويمكن أن يصل إلى 10 أمتار من الطول ويزن 200 كيلوغرام. لا يمكن القبض عليه. هذا الوحش يتغذى على الأسماك والجمبري وعلى حبارات أخرى، وهو معروف أيضا بأكل الحيتان الصغيرة كباقي أنواع الحبار. لديه 8 أرجل، 2 منها مخصصة للتغذية أطول من الأخريات لسحب الفرائس إلى فمها الذي يشبه المنقار. تتواجد على عمق 300 إلى 1200 متر. الحبار العملاق حيوان بكل صراحة صعب الدراسة، لأن تصرفاته لا زالت لغزا لعلماء البيولوجية البحرية.